السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. كان في حديث عن يبعث عن على رأس كل 100 سنة عالم يجدد للأمة أمر دينها، فمعنى الحديث يعني مش عارف، فهل هذا ورد حدث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد معلول، ولا يثبت أنه قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد الأمة أمر دينها. الحديث غير ثابت، بل هو ضعيف على الراجح. نعم. جزاكم الله خير.